عودة للبحث الطبي وللإحصاء الحيوي، حأستعرض فكرة جديدة لإلها، حأرجع شوي لورا، حنرجع على تصميم الدراسات حقيقة. معظم اللي حكيناه سابقا كان عن البارلل ستادي، اللي هي الدراسات اللي بيكون فيه ذراعين، الار سي تي بيكون فيها ذراعين، وكل ذراع بيلتزم بالدواء نفسه طوال فترة الدراسة. حطيت لكم رابط دراسة ما كتير مهمة سريريا حقيقة، حبيت الفكرة تبعها أكثر ما هي موضوع الأهمية السريرية لها، مشان نركز على موضوع الإحصاء. إنه هل شو هو تأثير الكوكا أو الشوكولا الغنية بالكوكا، اللي هي الشوكولا السوداء غالبا، على مرضى السكري من ناحية ال HDL، هل بيرفعوا بينزلوا بيحسنوا؟ قررنا نعمل تصميم للدراسة، وجبنا المرضى مشان نعمل عليهم، أو الأشخاص مشان ناخذ موافقتهم، لأنه هيك دراسة بدها موافقة الأشخاص لما بده يدخلوا بالدراسة. عرضنا عليهم تصميم الدراسة، إنه كل ذراع بيلتزم إما بياخذ البلاسيبو أو بياخذ الشوكولا، فالناس ما عجبها هذا الكلام، كله بده ياكل شوكولا. فغيروا تصميم الدراسة، بدل ما يكون بارلل حولوه لك كروس أوفر. كروس أوفر بدل ما إنه كل ذراع يلتزم بالدواء نفسه طوال الدراسة، الذراع بياخد الدواء لفترة معينة، بعدين بيعمل واش اوت، بيتوقف عن تناول الدواء لحتى يزول تأثيره، بياخد بعدها الفترة الثانية اما البلاسيبو او الدواء الثاني اذا كنا عم نقارن دوايين ببعضهم. بحالتنا هون نحن عم نقارن الشوكولا مع البلاسيبو، اللي هي مثلا اي شيء بيتاخد شكله اسود، ربما ما مو بالضروري يعني، طبعا مش شوكولا اكيد، اخترعوا نوع من البلاسيبو خلينا نقول. ف 8 اسابيع بيتناول المريض الشوكولا، بعدين بياخد 4 اسابيع فترة واش اوت. واش اوت يعني مشان يزول تأثير الدواء اللي اخده بالفترة الاولى. كيف بيحسبوه؟ بياخدوا 5 امثال ثابت الزمن، بعدين 8 اسابيع تانية بياخد البلاسيبو. بهالفترة، بالفترة الأولى بيقارنوا بيشوفوا ال HDL عنده، بالفترة الثانية بيشوفوا ال HDL عنده، بيقارنوا بيناتهم، وهيك بيكون المريض خدم كانترفنشن وككنترول لنفسه. هذا الشيء بيتفوق فيه على دراسات البارليل، لانه بدراسات البارليل نحن بنعمل مجموعتين مرضى، بنحاول نجيب مجموعتين متقاربتين بالصفات، بنعمل ماتشنج مثل ما بيقولوا. فمريض بيكون عمره 50، بنجيب مريض مقابله عمره 50، نفس الامراض تقريبا، نفس الادويه اللي عم ياخذها، مهما حاولنا نعمل ماتشنج ما بيكون 100% تام. بهي الدراسات الكروس اوفر نحن نتجاوز موضوع الماتشنج، لانه المريض نفسه عم يكون ماتش لحاله. فالشغله الوحيده اللي عم تفرق بين الانترفنشن وبين الكنترول هون هو الدواء نفسه فعلا اللي هو الانترفنشن، وبالتالي قوه هي الدراسات الكروس اوفر الاحصائيه اقوى من دراسات الباراليل، وبالتالي انا فيني اوصل لقوه احصائيه جيده بهدول الدراسات بعدد اقل من المرضى. هذا يعني انه كلفه هالدراسات اقل نسبيا من كلفه هذيك الدراسات. هذا الشيء شو بيفيدنا؟ انا ممكن استخدمها بالفيز 1 ترايل مثلا، الفيز 2، هذول الدراسات تبع الافيكاسي، الدفاع تبع الدوزينج مثلا، ممكن استخدم هذا النمط من الدراسات. ما فيني استخدمها بالامراض الحاده، مريض اسهال مثلا حيكون مسهل مره واحده، فانا عالجته او ما عالجته حيتحسن مثلا، ما حقدر استخدمه ككنترول بعد فتره لانه بيكون مرضه زال. ما فيني استخدمها بدراسات اللي فيها مورتاليتي مثلا، انا ما ممكن اجي واحد اعطيه انترفنشن ممكن يكون في اوتكم في مورتاليتي مثلا، وبعد فتره يكون مات المريض، فانا ما فيني ارجع اعمل الدراسه عليه من جديد اني اشوف اعطيه الانترفنشن. عاده الدراسات الامراض المزمنه هي هذا النمط من الدراسات يصلح للامراض المزمنه، مثلا مرضى الربو. مرضى الربو ما بيشفوا، حيتم معهم الربو طول عمرهم، فنحن طبيا نتحكم بالهجمات الحاده، بنمنعها او بنقلل من عددها. فانا ممكن اجرب انترفنشن جديد، بخاخ جديد مثلا او دواء جديد، جرب اعطيه للمرضى وهن يكونوا الكنترول على انفسهم، وبالتالي انا فيني من خلاله اقدر اعرف انه هذا الدواء فعال او لا. بهمني تعرفوا عدة مصطلحات متعلقة بهذه الدراسات، مثل ما قلنا الواش اوت، اللي هي اني انا فترة الفترة اللي بين الدوايين، فترة بين الدواء الاول والدواء الثاني، مثل ما قلنا هي 5 امثال ثابت الزمن للدواء، احيانا بيكون حسابها غلط، وبالتالي بيستمر تأثير الدواء وبينتقل للفترة الثانية وبيعطينا نتائج خاطئة. يعني المريض بالفترة الثانية الكوليسترول تبعه مثلا نازل، بس هو كله تأثير الدواء اللي اخده من شهر، رغم انه لساته ما عم ياخده. هذا بيسموه الكاري اوفر افكت، فهذا ممكن يعمل بايس بالريزلت او بالاوتكم.
ليش عم يحكي عن هاي الدراسات؟ صراحة سريرية ما لها كتير أهمية سريرية مثل ما قلنا، لأنه ما هالعدد الكبير اللي ممكن تشوفوه بعدد الدراسات المنشورة بهذا النمط، عددها قليل صراحة نسبيا، 5% أظن من مجمل الدراسات المنشورة. بهمني نعرف إنه شو معناته الكروس أوفر كتصميم دراسات، وكبياس حقيقة دراسات البارلل اللي هي الدراسات المتوازية أحيانا بيصير فيها كروس أوفر، وهذا الشيء اللي حناقشه بالجزء القادم ان شاء الله، انه شو تاثيره على دقه النتائج لما بصير في كروس اوفر، وكيف بنحسب نتائج وقتها. الكروس اوفر اللي حكينا اليوم عنه هو جزء من تصميم الدراسه، الكروس اوفر اللي حاحكي عنه المره القادمه هو من مشاكل الدراسات البارليل او من النقاط اللي بتضعفها. السلام عليكم.